كل في العالم بيتمنى وبيحط اهداف وبيحط مخططات ويشوف هو شو عمل في العام القديم وشو بده يعمل في العام الجديد. الا احنا في غزه الواقع صعب جدا. الامنيات احنا امنيتنا نروح على نلاقي بيوتنا نروح لاهالينا. الامنيه الاساسيه الان هي توقف الحرب في العام الجديد ونرجع لبيوتنا سالمين غانمين ونلاقي بيوتنا ان شاء الله. ان اكبر امنيه نتمناها مع دخول العام الجديد هي ان يتوقف هذا العدوان، ان تتوقف هذه الاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني. اكثر ما نتمناه هو ان نعود الى منازلنا، لكن للاسف لا منازل لدى الكثير من الزملاء الصحفيين بعد تدميرها. كذلك هناك زملاء سنعود الى مكاتبنا، سنعود الى مقار عملنا بعد انتهاء هذا العدوان باذن الله. لن نجد كثير من الزملاء الذين فقدناهم في هذا العدوان. احنا امنياتنا بسيطه، انه احنا نعيش بسلام، انه احنا البلاد هاي يعني ترجع يعني زي ما كانت قبل، واحنا ان شاء الله يعني بسواعدنا وبسواعد شعبنا راح نعمرها وراح ترجع احسن من قبل. امنياتنا يعم السلام في كل العالم خصوصا في فلسطين. يعني لا توجد امنيات في هذا العام سوى ان تنتهي الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه ساعات قليله ويبدا العام الجديد عام 2024. نتمنى ان تنتهي الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه وان يعود النازحين والجميع لديارهم ولمنازلهم التي نزحوا منها بفعل القصف الاسرائيلي المتواصل عليهم.